تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول الأزمة التركية السورية، فنحن الآن أمام مناورة أردوغانية جديدة، ولكن هذه المرة يهدد فيها أردوغان أوروبا بإرسال الدواعش إليها مباشرة ردا على الموقف الأوروبي من العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية. إذن الكثير من التفاصيل مطروحة مع حضراتكم في هذا الحوار الذي أرحب فيه بضيفي الأستاذ أبو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. أستاذ أبو بكر، برحب بسيادتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن أتابع سويا هذا التقرير، ابقوا معنا مشاهدينا. على الحدود، لأن الخطط التركية التي تستهدف الأكراد لا تهدأ، فلقد حذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أن تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وكذلك العمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديمغرافي، منتقدة في ذلك صمت الأمم المتحدة. وخلال بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أكدت أنه بعد احتلال تركيا لمناطق رأس العين وتل الأبيض والتشريد أكثر من 300 ألف مدني، تسعى تركيا إلى تغيير هوية هذه المناطق بشتى الوسائل والعمل على توطين لاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة. وصفت مشاريع الدولة التركية بمشاريع مهددة لسوريا والمنطقة التي تحمل في توجهاتها سياسات الاحتلال والتفرقة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع هذه الكارثة، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على منع هذا المشروع التركي الذي سيطور صراعات مذهبية وعرقية ومجتمعية. وسيطرت تركيا عقب هجومها في شمال شرق سوريا على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومترا من تل أبيض وصولا إلى رأس العين. وأوقفت تركيا هجومها في 23 من أكتوبر بعد وساطة أمريكية واتفاق مع روسيا نص على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، كما تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود. وتهدف أنقرة إلى إبعاد الأكراد من حدودها وإنشاء بلدة أو بلدات في منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين لاستضافة اللاجئين على أرضها، والذي يبلغ عددهم نحو أكثر من 3 مليون لاجئ. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ أبو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. أهلا وسهلا يا فندم. يعني كيف تصف هذا التهديد التركي بإرسال الدواعش المعتقلين لديها إلى أوروبا؟ يعني طبعا تهديد يعني غير مسبوق في العلاقات الدولية، وهو في نوع من الابتزاز السياسي والضغط على الدول الأوروبية لمعارضتها عملية العسكرية التي قامت بها تركيا في شمال شرق تركيا. هؤلاء الدواعش كانوا موجودين بالفعل في سجون الأكراد، وعندما قامت تركيا بهذا العدوان قام البعض منهم بالفرار من هذه السجون وتم القبض عليهم بواسطة الأتراك. الأتراك الآن هم يعني يقيدون سكوت الأوروبيين أو صمتهم في مقابل وإلا إطلاق هؤلاء الدواعش أو عودتهم مرة ثانية إلى أوروبا. أوروبا تحذر يعني بشكل كبير جدا من عودة الدواعش مرة أخرى إليها، وهم مواطنين أوروبيين كانوا انضموا للتنظيم، وبالطبع عندما هزم التنظيم وسجن من سجن وقتل من قتل تخشى من عودة هؤلاء. هؤلاء بالنسبة لأوروبا تهديد كبير للأمن الأوروبي،
لأن هؤلاء لن يكونوا بمثابة قنابل موقوتة، بل قنابل سريعة وشديدة الانفجار، لأنهم اعتادوا على أفكار معينة متطرفة، لا يعترفون بالأوطان، يعترفون بالانتماء للتنظيم الداعشي الجهادي أو العنيف أو المتطرف. لديهم أفكارهم الخاصة التي بكل تأكيد لن تكون منسجمة مع طبيعة المجتمع الجديد، مجتمعهم الأصلي الذي سيعيشون فيه، مما سيكون يعني أسس لمشكلات كثيرة جدا، أو اندلاع عنف، أو مشاكل قومية، خاصة وأن اليمين الأوروبي المتطرف لديه محاذير كثيرة بالنسبة للاجئين عموما وبالنسبة لهؤلاء المتطرفين. دائما يعني تركيا كانت بتستخدم ورقة اللاجئين أو المهاجرين لديها في تهديد أوروبا، ولكن هذه المرة الكلام واضح، يعني دخلنا في مرحلة جديدة من مرحلة يعني التهديد المباشر من جانب تركيا ردا على موقف الأوروبي من العملية العسكرية. يعني في تقديرك كيف تقيم الرؤية الأوروبية هذه التهديدات التركية؟ مما لا شك فيه ان اوروبا طبعا يعني انتقدت العمليه العسكريه التركيه في شمال شرق سوريا، ولاوروبا اسباب لهذه المعارضه او هذا الانتقاد. السبب الاول ان هذا العدوان سوف يخلق كوارث انسانيه رهيبه، وسينتج عنه ايضا موجه جديده من اللاجئين. هؤلاء اللاجئين اما سيتجهوا نحو العراق، واما سيتجهوا نحو سواحل الدول الاوروبيه. سبب آخر مهم أن الأكراد في الأساس هم حلفاء الأمريكيين والأوروبيين في حرب داعش، وبذلوا في هذه الحرب جهودا غير عادية، لدرجة أن عدد الضحايا أو القتلى من الأكراد في حرب داعش يعني يفوق 10,000 فرد. لك أن تتخيل كم التضحية التي قدمها الأكراد في مواجهة داعش في من خلال انضمامهم للتحالف الدولي الذي يقوده الأوروبيين والأمريكيين. فالأوروبيين يعني مستغربين للموقف الأمريكي الذي تخلى عن الحلفاء وقدمهم يعني هدية مجانية إلى الأتراك وفقا للحسابات المصلحة الأمريكية. هم يعني متعاطفين مع الأكراد بشكل أو بآخر. أيضا العدوان التركي سوف يفتح باب جديد في الأزمة السورية، مما سيفاقم من تعقيدات الوصول إلى تسوية أو حل هذه الأزمة. ومن هنا كان الاتحاد الأوروبي طبعا يعني ضمن الأسباب أنه يخشى طبعا اللاجئين، لأنه في العام 2016 الاتحاد الأوروبي توصل اتفاق مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين منها إلى دول الاتحاد الأوروبي. صحيح. هذا الاتفاق كان يقضي بمنح الاتحاد الأوروبي لتركيا مبلغ قيمته 6 مليار دولار، وايضا السماح للمواطنين الاتراك بدخول الدول الاوروبيه بدون تاشيرات، في مقابل ان تركيا يعني تأوي هؤلاء اللاجئين لديها. تركيا لديها حوالي ما يقرب من 3.5 مليون لاجئ سوري. يريد اردوغان ان يصدر يعني من هؤلاء ال 3 مليون ونص 2 مليون ويجعلهم يتوطنوا المنطقه الامنه في شمال شرق سوريا، اللي هي مناطق الاكراد اللي دخل واعتدى وخدها بالفعل. هو يريد أن يتخلص من 2 مليون لاجئ عنده في الأراضي التركية ويضعهم في هذه المنطقة. هو مش بس كده ولكن هو يضمن ولاءهم، يضمن تحقيق المستهدف من هذه العملية بشكل أو بآخر، إلى جانب تحقيق الكثير من المكاسب الأخرى. ده صحيح. هنا هذه العملية يعني تنطوي على نوعين من المخاطر. المخاطر الأولى إن هو هيحصل نوع تغيير في التركيبة الديموغرافية للمواطنين السوريين. صحيح. الموجودين في هذه الأماكن. اللاجئين اللي هيجوا دول ما هم سوريين برضو. واللي موجودين سوريين أيضا، ولكن هؤلاء اللاجئين أتوا من أماكن أخرى وليست هذه أماكنهم أو أوطانهم. هم يفضلون العودة إلى أماكنهم الأصلية أو الرئيسية. الأكراد هذه المنطقة يسكنها مواطنين سوريين أغلبيتهم من القومية الكردية والتركمان والسريان وبعض الأرمن. سوف يحصل خلل في التركيبة الديموغرافية. السكان الأصليين لن يقبلوا بسهولة التعايش مع السكان الجدد. السكان الجدد سوف يحدث منهم بعض المشاكل. فهنا بالإضافة طبعا إن عودة اللاجئين
طبقا للقوانين الدولية المتعارف عليها يجب أن تتم في إطار القوانين، في إطار نوع من الأريحية لهؤلاء اللاجئين أن هم يعودوا، ليس عودة قسرية أو يعني إجبارية، ولكن يعودوا بإرادتهم وفق ظروف معينة مهيئة تمكنهم من العيش أو استمرار معيشتهم بشكل أفضل في أماكنهم الأصلية لو أمكن ذلك. يعني في تقديرك إلى أي مدى ينجح أردوغان في تحقيق هذه الفكرة أو تحقيق هذا المخطط؟ بدأ بالعملية العسكرية والآن هناك المفاوضات التي أوقفت بناء عليها العملية العسكرية، يعني مدى نجاحه في تحقيق هذا المخطط بشكل أو بآخر؟ للأسف هو نجح بالفعل في المرحلة الأولى، أنه هو بدأ دخل فعلا الأراضي السورية واستولى على مناطق كثيرة، واتفاق الهدنة الذي تم بينه وبين الإدارة الأمريكية بموافقة روسية هو مجرد السماح للمقاتلين الأكراد إن هم ينسحبوا من هذه المناطق إلى خارج هذه المنطقة الآمنة حتى يمكن إنشاء المنطقة الآمنة، والأكراد يعني طبعا مضطرين وافقوا على هذا المبدأ، يعني إن هم ما يحصلش فيه تدمير، اللاجئين يرجعوا لديارهم، ما يحصلش فيه تغيير ديموغرافي وينسحبوا المقاتلين من هذه المناطق، لأن الأكراد يعني فقدوا الحامي، فقدوا الحليف. الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها بعض القوات الرمزية الموجودة في هذه المناطق على الحدود مع تركيا، ولكن الإدارة الأمريكية للأسف سحبت هذه المجموعات الرمزية إلى الداخل لتهيئة الأجواء لدخول الجيش التركي، لأن وجود هذه القوات على رمزيتها ما كان أردوغان يستطيع دخول شمال شرق سوريا، لأنه هنا كان حتما سيكون في مواجهة مع القوات الأمريكية وهذا غير مرغوب فيه وغير متفق عليه. فالأمريكيين انسحبوا وتركوا حلفائهم الأكراد لقمة سائغة في مواجهة الجيش التركي المزود بأحدث الأسلحة وكفة الأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تتخيلها. فهنا الأكراد يعني وافقوا مضطرين للانسحاب من هذه المناطق منعا لحدوث يعني مذابح أو كوارث إنسانية لأهلهم من الأكراد. طيب هتسمح لي بينضم إلينا على الهواء الدكتور نادر عكو المحلل السياسي السوري من القاهرة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك ولضيفك الكريم. أشكرك جدا دكتور. الحوار يدور حول تهديد الأردوغاني لأوروبا بإرسال دواعش المعتقلين لدى تركيا إليها، في هذا السياق وفي ظل ما يتم في جنيف من اللجنة الدستورية المكلفة بتشكيل الدستور السوري، يعني كيف تصف هذه التهديدات التركية إلى جانب سوريا مع الدخول في مرحلة سقوط الأقنعة والتهديد المباشر التركي لأوروبا؟ أردوغان انتهت قضيته وأصبح مدجن، لأن لقائه مع الرئيس بوتين في سوتشي نتائجه بانت على الملأ أن أردوغان انتهت إلى الأبد، هو ومشروع الإخوان المسلمين الذي كانوا يبحثون عن الوصول إلى السلطة. إذن بغض النظر عما يثيره أردوغان من ابتزازات الغرب، فأنا أقول وأؤكد على أن لا نأخذ هذه التهديدات بالحسبان. أما موضوع اللجنة المصغرة لصياغة الدستور التي تعقد اليوم في جنيف، فجنيف هي مدينة الفيلسوف الكبير جان جاك روسو الذي يبدع الدساتير وطنية. فوجود 50 من خبراء من الرجال ومن النساء الذين نسبتهم 30% من السوريين بداية حوار وبداية علاقة ممتازة للسوريين لإعطاء الأمل ولخدمة الشعب السوري، الأمر يحتاج إلى صبر كبير وحكمة فائقة لخلق بيئة عمل إيجابية. أما الاهتمام بالإعلانات الإعلامية أو التهديدات الإعلامية فلن يفيد اللجنة بأي شيء من الأشياء. فاللجنة الآن لديها مقومات شرعية، شرعية الأمم المتحدة والقرار الأممي 2254، ومهمتها الإشراف على الانتخابات وكتابة مسودة
الدستور السوري الذي يطور الجمهورية العربية السورية من خلال دراسة الدستور القائم اللي هو 2012 الذي فيه الكثير من طموحات السوريين المشتركة بين الحكومة السورية وبين المعارضة التي اتخذت لنفسها المعارضة المسلحة. أنا أقول وأؤكد أن السوريين دائما يخلقون من تحت الرماد وأنهم قادرون على الإبداع ومعالجة التحديات التي تواجههم، فلا خوف على سوريا بعد الآن. فكل الأمور تأتي في طريق صحيح وتصل في النهاية إلى المستقبل الذي يلبي طموحات السوريين بعيدا عن العنف ومن خلال الحوار. فالترحيب الذي قدمه الرئيس بشار الأسد ووزير خارجته بهذه اللجنة يعطي ضوءا أخضرا للوصول إلى أبعد حد. والمعارضة من السوريين قادرة الحكومة السورية على جلبها إلى حاضنة الدولة الشرعية. السوريون عرفوا أن المكيدة التي تعرضوا لها من خلال المؤامرة الأردوغانية القطرية الصهيونية، عرفوا أنهم خدعوا وأنهم جزء منهم دمروا بلادهم ورحلوا مصانعهم إلى تركيا التي سرقتها، والكثير من السوريين الذين ماتوا في أعماق البحر. كانت هذه الخدعة دروسا مستفادة للسوريين وخاصة للمعارضة الذي خدعها أردوغان بالمال القطري. فلا خوف على السوريين بعد اليوم. أنا بشكرك جدا دكتور نادر عكو المفكر والمحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم مشاهدين الكرام لضيفي في هذا الحوار الأستاذ أبو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. أستاذ أبو بكر، بالاعتماد على فكرة أن السياسات تقوم على فكرة تبادل المصالح بشكل أو بآخر، ما الذي يريد أردوغان من هذا التهديد التركي إلى أوروبا؟ هو يعني أردوغان يريد تحقيق مشروعه، ولكن بدون أن يكون هناك صوت قوي يعارض هذا المشروع. هناك موافقة أمريكية على هذا المشروع وهو يعني احتلال هذه المنطقة الآمنة، يدعي أنها المنطقة الآمنة، ولكنه هو يريد تأمين الحدود التركية من خطر الأكراد. يريد إخلاء هذه المناطق تماما من الأكراد على عمق 30 كيلو من الحدود التركية إلى الداخل، وإخراج قوات الحماية أو قوات الحماية الكردية من هذه المناطق بالكامل. هو يريد أن تتم هذه العملية بدون أي توتر أو أي زعك. الأمريكيون موافقون على هذا السيناريو، في موافقة ضمنية من روسيا على هذا الموضوع، ولكن الاتحاد الأوروبي هو القوة الرئيسية التي عارضت بشكل رئيسي هذا العدوان، بشكل واضح حتى في مناقشات الدول العربية والدول العربية على التوازي مع الاتحاد الأوروبي عارضت بشكل كبير هذا العدوان من خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذين أدانوا بشكل واضح معظمهم هذه العملية. فهو يريد إخماد هذه الأصوات، لا يريد أحد أن يعكر عليه صفو مشروع، خصوصا إذا كانت قوى يعني كبيرة ومؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية من الجهة الأخرى. لأن الموضوع يعني هو في من الناحية القانونية هو عدوان على السيادة السورية، عدوان على مستقبل سوريا. هو بذلك يضمن أن يضع لنفسه قدما أو مقعدا على أي مفاوضات قادمة بخصوص المستقبل السوري. عندما يحتل هذه المسافة الكبيرة والضخمة من شمال سوريا، هو بذلك عنصر رئيسي يضع نفسه يعني شاء من شاء وأبى من أبى في أن يكون لتركيا صوت في مستقبل سوريا. هو شعر أنه خرج من الأزمة السورية بلا مكاسب، أطراف كثيرة لها مكاسب حققت هذه المكاسب، هو يريد أن يخرج بشيء ما، وذلك كثمن لتوافقه مع هذه الأطراف وخاصة الأمريكيين والروس. وبناء عليه يعني قام بتهديد الاتحاد الأوروبي
بفتح الحدود الى واطلاق اللاجئين السوريين الموجودين بالفعل الى الاراضي الاوروبيه. وهذه مشكله كبيره للاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه، وخصوصا ان هي عبء اقتصادي واجتماعي رهيب جدا. وفي مجال التطورات عندما قبضوا على عناصر من داعش، تريد تركيا ان ترحل هؤلاء الافراد الى اوطانهم الاصليه وهي الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه ترفض ذلك. هولندا مثلا على سبيل المثال بدات تتخذ اجراءات لاسقاط الجنسيه عن بعض مواطنيها اللي هم المعتقلين هؤلاء تبع المنتمين لداعش، حتى يعرقلوا عودتهم مره اخرى. وكما سبق وان شرحت ان عوده هؤلاء الى اوروبا هتثير مشاكل الدول الاوروبيه هي في غنى عنها، فهم مش عايزين الا هذه المشاكل اصلا يعني. فبناء عليه يعني اردوغان بيحاول من ناحيه ثانيه ان هو يبتز الاوروبيين لتقديم منح ماليه له تساعده على انشاء المنطقه الامنه في شمال شرق سوريا. هذه المنطقه او حتى الموافقه يعني هذه لا ده عايز كمان فلوس. هذه المنطقه عشان ينشئها ويسكن فيها هؤلاء اللاجئين، في مشروع انشائي تركيا عاملاه مقترح تكلفته 26 مليار دولار. فهو هيتكلف هذه التكلفه؟ لا ده هو عايز يحقق اهدافه ويحقق مشروعه، فبالتالي بيمارس اقصى درجات الابتزاز بالظبط، والاوروبيين يدفعوا او يشاركوا في التكاليف. طيب انا بس عايز اكلم مع حضرتك على الموقف الامريكي من الازمه التركيه برمتها. يعني الموقف الامريكي على اختلاف المؤسسات الامريكيه اتسم الحقيقه بكثير من التناقض. في البداية كان الموقف الأمريكي بسحب الجنود أو القوات الأمريكية من شمال سوريا، ثم بعد كده تهديد الرئيس ترامب للأتراك بضرب الاقتصاد التركي إذا خالف الأتراك أصول اللعبة، ثم بعد ذلك تأتي نوع من التفاوض والأمور يعني اتضحت بشكل أو بآخر. يعني كيف تصف هذا الموقف الأمريكي بخلاف الموقف الروسي؟ يعني يمكن الموقف الوحيد في الأزمة كلها اللي يعني تنطبق عليه سمات التناقض الواضح البين هو الموقف الأمريكي. يعني كل الأطراف موقفهم واضحة ما عدا الموقف الأمريكي، موقف في منتهى الغموض. ماذا حدث؟ هل هناك أمور يعني بخلاف ما يعلن؟ يعني تحليل حضرتك ليه إيه؟ طبعا كل شيء يعني قابل للتحليل. تحليلي أولا أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء، وهم معا في حلف الأطلنطي، وتركيا حليف وثيق لأمريكا وأداة الأمريكية منذ زمن بعيد. هذا الحليف اللي هو التركي له مصالح في سوريا وتحديدا في هذه المنطقة شمال شرق سوريا تحديدا، هو له مصالح كبيرة على مستوى عموم الإقليم، وهو الهيمنة ومحاولة استعادة مناطق السيادة القديمة للسلطنة العثمانية أو الخلافة العثمانية، أوهام بقى الخلافة وأوهام السيطرة والنفوذ. صحيح. ده نجود، ده مشروع كبير تركيا يعني ماشية فيه في جميع أرجاء الوطن العربي منذ فترة طويلة. ولكن في سوريا تحديدا شمال شرق سوريا الأكراد هم على يعني الأتراك عندهم اتفاق يعني كبير على ألا يسمحوا للأكراد بإقامة وطن قومي لهم على الحدود، لأن هذه المنطقة تضم أكراد في تركيا وأكراد في سوريا وأكراد في إيران وأكراد في العراق، وجميعهم في منطقة جغرافية واحدة، يعني سهل جدا أن هم يعملوا دولة، كلهم موجودين في إطار جغرافي واحد. فطبعا يعني تركيا في الأساس لا 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 تميل إلى هذا التوجه بأي شكل مشكل، وتحارب وتضع تعتبر حزب العمال الكردستاني إرهابي وتعتبر جميع الأكراد إرهابيين. وبناء عليه هنا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية في ظني وتحليلي أن ترضي تركيا، لأن تركيا في مرحلة ما بدأت تميل إلى جانب روسيا بشكل كبير، وبدأت تبتز الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها مش بس الاتحاد الأوروبي. صحيح. وطب يعني طب هناخد صفقة الصواريخ من روسيا S-400 وحصلت مشاكل كبيرة بين الطرفين وفي فجوة حصلت. فأنا أعتقد في ظني أن ترامب حاول أن يسترضي الحليف التركي بإهدائه يعني هذه الموافقة ضمنية على هذا موافقة ضمنية. وفي نفس التوقيت يعني الحسابات الأمريكية حسابات ترامب لأن الداخل الأمريكي منقسم على هذه السياسة، والديمقراطيين يعارضون سياسات ترامب يعني بشكل كبير. هذه السياسة الأمريكية لاسترضاء الحليف التركي. طب ماذا
الأكراد هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وقاتلوا مع الأمريكيين ومع الأوروبيين ومع التحالف الدولي داعش يعني خير قتال، يعني هم أكتر ناس بذلوا مجهود وأكتر ناس يعني فقدوا ضحايا وقتلى الأكراد. فماذا يضير الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انقلبت على الأكراد؟ ماذا لدى الأكراد من أوراق يمكنهم أن يعني يؤثروا على الولايات المتحدة الأمريكية أو يسببوا لها مشاكل أو يضغطوا عليها بخلاف المشاكل الإنسانية وهذا النحو من المشاكل؟ لا شيء. هو لا شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني الكثير بالنسبة لتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها، وهذا يعطي مثال وأدلة للكثير من التحالفات على مستوى العالم. للأسف الشديد يعني ترامب بهذه السياسة، وأنا يعني ما بقول السياسة الأمريكية، أقصد سياسة الإدارة الأمريكية بهذه السياسة، يعني أفقد الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها لدى كل حلفائها في المنطقة وعبر العالم. يعني كده من الآخر ليس له أمان، يعني زي ما بيقول. فأنا أتحالف ليه معهم وليه أشتغل معهم؟ وعلشان كده في انتقادات زي ما حضرتك بتقول، في انتقادات من الديمقراطيين في الإدارة الأمريكية، من الأوروبيين هم حريصين على مصداقيتهم أمام العالم. صحيح. النهاردة كنت أو حتى قدام الحلفاء على الأقل، الحلفاء بالشكل ده، ولسه قدموا تضحيات رهيبة وكانوا معاكم مخلصين وفي الآخر تتخلى عنهم. والكلام كان كتير جدا، يعني حتى كلام ترامب نفسه عن عدم تخليه عن حلفائه في سوريا بشكل كبير كان ده كان لزوم أداء المهمة. يعني المهمة الآن انقضت، والأكراد الآن يعني لديهم يعني قبل التدخل التركي لديهم قوات كبيرة، وهذه القوات مدربة على أحسن مستوى تدريب وعندها خبرات قتالية، يعني قتل داعش، وفي بعد قتال داعش يبقى عندهم خبرات أكتر من كده. إيه فهؤلاء أصبحوا قوة، فيعني ناقصي ان هم ينفذوا الخطوه الثانيه. صحيح. اقامه الدوله الكرديه. هذا بالنسبه لتركيا خط احمر لا يمكن المساس به. فتركيا للاسف في الولايات المتحده الامريكيه قدمت الاكراد لقمه سائغه للاتراك، يعني في محاوله لاسترضاء الحليب. طبعا في انتقادات دوليه وانتقادات اوروبيه وعربيه لهذه الخطوه اللي حصلت. بادر ترامب وقال أن إذا لم يلتزم أردوغان بقواعد اللعبة سوف يدمر الاقتصاد التركي. صحيح. يعني تهديدات للاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك المحلي. ثم فوجئنا بعد ذلك بالهدنة التي حدثت برعاية أمريكية وبموافقة أمريكية، واضطر الأكراد وطبعا بموافقة روسية، لأن الروس يعني الأكراد لا يمثلون لهم شيء. الأكراد حلفاء الولايات المتحدة هنا الأمريكية. أنا عايز أسأل حضرتك عن الموقف الروسي تحديدا من الأزمة. معروف أن روسيا وقفت إلى جانب الجيش العربي السوري، إلى جانب النظام السوري بشكل كبير جدا، ولكن موقفه من المخطط التركي حضرتك بتشوفه إزاي فيما يتعلق بالاعتداءات التركية الأخيرة، إذا أخذنا في الاعتبار المصالح التركية الروسية بشكل عام في المنطقة؟ هناك خط أحمر روسي لدى الأتراك بعدم تجاوز هذا الخط. وفي ظني أن هذا الخط هو النظام السوري. لا يمكن المساس بالنظام السوري او قوات النظام السوري او المناطق التي يسيطر عليها النظام. وفي ظني ان الاداره الروسيه يعني 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 ايدت هذه العمليه بشكل ضمني لاسباب. يعني احد هذه الاسباب يعني ان الاكراد يعني كانوا خارج سيطره النظام. الان الاكراد في مفاوضات وحديث كثير جد كبير ان هم يرجعوا تاني ينسقوا مع النظام السوري ويرجعوا تاني لحوزه الدوله السوريه في مواجهه هذا العدوان او في مقابله هذا العدوان. فروسيا لديها الاسس في هذا الموضوع. اولا هي ترغب في عدم وجود اي قوات اجنبيه تماما في سوريا، وخروج كل القوات الاجنبيه بما فيهم القوات الايرانيه والاتراك والامريكيين وغيرهم. هم يريدون المحافظه على الوطن السوري بكامل حدوده وبكامل طوائفه. ولكن هنا في هذه المساله ليس لديهم الكثير العلاقات، يعني هم لا يعني ليس لديهم علاقات وثيقه بالاكراد. كما قلت الاكراد هم حلفاء الامريكيين. صحيح. وليس حلفاء، وبالتالي الامر لا يعنيهم بشكل او باخر. بالزبط. بشكل مباشر. بالزبط. اشكرك جدا، نورتني في هذا الحوار. اشكرك الاستاذ ابو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجله السياسه الدوليه بالاهرام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم. شكرا لكم والى اللقاء.